هي البنات هي الغزالات ديالي. اخيرا عرفتوا فين رحنا غاديين لعند ايمان زيانه ايمان الفاسيه ان شاء الله باش نختار البيسات اللي غنلبس. ولا عرفتوا شكون اللي جات عندي السكينه ودارت الطريقان؟ راه ما يمكنش، شدات السكينه الطياره وجات باش تحضر معايا المناسبه. الله يخليها لي يا ربي، الله يطول لي. شوفوا شكون اختي جات عندي عمتي زهر، راكم عارفينها المشهوره، الزهره المشهوره. شوفوا كتخبع وجهها. حنايا رحنا طبوقيصه، حنايا مسكينه شوفوا جات عندي، تخيلوا من فرنسا مسكينه وشدت البي. وتحيه مصطفى مسكين اللي زعما تا راجلها غزال، غزال عندها واحد الراجل ما شاء الله، راه ما يمكنش. الله يحفظها ليا، جات مسكينه باش تحضر معايا وتفرح معايا. بعرسي راه هي السبب ديال المورانجات. كون ما كانتش هي كانت تنوض كبيره، ولكن هي مسكينه جات عاوتاني تلقيناها جات وصلات. لا قالت لبابا والو ما كاينش، غادي تحضر وغادي تفرح لبنتك وغادي توقف مع بنتك وغادي تكون مع بنتك كيفما هي. كيفما انا جيت وباغي نفرح معاكم، وهي اللي جمعتنا الصراحه، الله يحفظها ليا. امين امين. ايوا هذا ما كان دابا حنا غادي نقيسوا التكاشط تاع عمتي، غتقيس معايا التكشيطه وانا غنقيس. السلام عليكم. يلا ديري لهم بيزو بيزو بيزو. يلا يلا خليكم معايا. تعرفتوا دابا عاد عيطت على زيانه ايمان باش نمشي عندها ساعه اليوم، عندها روبو راكم عارفين الحد. قالت لي راه عندي روبو اليوم وانا ما كنتش عارفه عندها روبو. صافي قلت لها يلا حتى المره اخرى، وداك الساعه حتى الغدا ان شاء الله عاد نمشي باش نقيس الحويجات وغادي نوريكم بحال هكا البنات اللي عندهم مناسبات وداك الشيء نوريكم فيه. المهم راني جيت دابا هنايا عند عبد الله بعدا، حيت ما لقيتش ايمان وديك الشيء، قلت نجي عند عبد الله. صافي جيت عند عبد الله هنايا، انا غادي نوريكم المحل ديالو. الناس اللي باغيين يصاوبوا الحلاوي ولا شي حاجه، دابا راه عنده القضيه. المهم راه خاويه، نورمالمون هو هنايا كيكون داير الحلاوي وداك الشيء، ماشي غير الحلوه. باش هذا هو المحل ديالو، بعدا نوريكم المحل ديالو عاد داك الساعه. البنات راه ما كيديرش غير الحلوه، هو اللي غيتكلف بالعشاء، هو اللي غيتكلف بالعشاء، غيتكلف داك الشيء يعني داك لي بلا اللي غيكونوا وصافي. وهذا ما كان ورشيد تريتر. ايوا يلا البنات خليكم معايا تنسالي، وداك الساعه نرجع تنسالي. انا غنحط لكم لاكارت عبد الله، فيه حتى النمره، هذه النمره خدام بها، هذه خدام بها البنات. غنحط لكم لاكارت فيزيت ديالو، ها الانستغرام ديالو، الفيسبوك ديالو هي حلويات الدار الكبيره، الانستغرام كذلك، النمره ديال التليفون ديالو ها هما. شوفوا البنات والله العظيم على ضمانتي، عندكم شي مناسبه وبغيتو يخدم لكم، والله العظيم البنات ايما غتندموا، راه على ضمانتي. ها نتوما شوف ان شاء الله ملي غتشوفوا حتى الاسبوع ديال الينا، وغادي تشوفوا الخدمه وغتشوفوا الماكله، واجي وسولوا يعني الناس يسولوا عليه، سمعته غزاله وكلشي عرفوا الطياب والديد فيه البنا يا اختي. غاديين عند ايمان، انا غادي نوريها ريزابسيون عندي موسخه، ولكن غنحاول. ها هي كاينه هنايا الزيانه ايمان، ها هو المحل ديالها صراحه، بان لي المحل عامر. نقول لها تيخ هو القضيه.
البنات شوفوا شفت هذه صراحة هي زوينة، ولكن راه ما اختاريتش هذه البيسة، هذه اختاريت واحدة أخرى. هذه كتجي فنة في البيسة ديالها، كتجي خطيرة هي، ولكن اختاريت واحد الألوان أخرين نخليها لكم سربرايز أختي، ما نحرقوش المراحل. زعما أنا في الأول كنت باغا هذه، ولكن منين جبدات لي إيمان تبارك الله عندها لوشوا بزاف، يعني منين تجيو عندها غتلقاو لوشوا لوشوا، يعني كتعامل مع كلشي قسما بالله. المهم شفت هذه بنه كتحمق، ولكن عجبتني وحده اخرى جاتني في وجهي، جات معايا خصوصا لي كولور اللي فيها، تشوفوها بلا ما نحرق اختي المراحل. الله يرحم ليك الوالدين. وراكم اللي تريبوا كوم راك تاكل هذا خاوي انا امتي زوغا زوغا منك الحصه هي مع زهر نهار تعيشوا مرحبا بكم، هذه الحب ديالي هذه تعيش زهر وتبقى زهر، هذه مع زهر الحمد لله. والله الا جات على حسابي وحق الله العظيم، هي مسكينه فرنسا باش تزوج معايا المناسبه، جاي واحد اخر وفجاه اخرى جاي ناس اخرين عزاز اختي رفامي جاي مساكن لاحقوط. ايوا صافي من دابا غنخدم، غادي نوريكم دابا شنو راني كناكل. بنان ايمان تبارك الله على ايمان، دابا كنا صارت البيت الامير، داكشي زوين داكشي واعر، ماشي داكشي اللي وريتكم بيتا صغارين، انا غير وريتكم هادي وخليت لكم مفاجاه حتى ان شاء الله حتى الاسبوع. هيترز مشكله معايا، ديدي كاصل الهيترز هاك بدينا كنعرضوا اختي، راه حنا بدينا في العرايض العرايض العرايض. المهم الكبيده ديالي البارح مشينا شفنا التكيشيطات اللي غنختاروا، الصراحه ما صورتهم لكمش، ما حطيت ما غاديش نحط لكم ان شاء الله، غيبقى داكشي سوربرايز. ما درتش زعما ما درتش البيسات بزاف، درت البيسات غير يعني متولين ومزيونين وداكشي. تبارك الله البنات اللي زعما بزاف ديال البنات كيقولوا لي على حساب زعما تنقفت في البريفي، اقسم بالله البنات الى التعامل ديال الايمان، ها راه اللي ما عرفكش خسرك داك الانسان سبحان الله. راه بزاف ديال المرات كناخذوا واحد النظره غالطه على واحد الانسان وحنا ما معاشرينوش غير من بعيد، يعني غير النظره ديالنا ليلو الاولى كناخذوا واحد الصوره عليه، فهذا واحد الغلط كبير. كيقول لك اللي ما عاشركش خسرك واللي ما عرفكش خسرك، انسان خصو يعاشر قبل عاد يعرف. انسانه طيبه، انسانه صراحه كتعامل مع كل شيء زوين، كتثمن كتحاول دير الثمن زوين بزاف ديال الحوايج. ظريفه ايمان الفاسي، ظريفه زينه ايمان الفاسي. البنات غنخلي لكم الانستغرام ديالها تحت في صندوق الوصف، البنات اللي عندها مناسبه ولا تبارك الله عندها تكيشطات زوينين، ومازال دابا راه ما باين حتى شي حاجه ان شاء الله حتى الاسبوع ديال الينا، حتى الاسبوع ديال الينا وغتشوفوا داك الشيء. المهم هذا مكان الغزالات ديالي، دابا لقيتونا غادي نمشيو انا وحميد وعمتي، غادي ماشي نخديو شي غرضات في وادا ملي ان شاء الله. شي تاكلوا الشواء فارس؟ والله الا غناكلوا الشواء ضروري، شوية الهواء شوية الهواء، اللي كيغني لكم بالكمال دابا جيبوا داك المكمنزه وغادي نصور معاكم ان شاء الله. المهم الحمد لله البنات اللي كتسولوني، شوفوا شوفوا ساكي ساكي غنوريكم شنو فيه. ويلي 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 يا ماما بروفيني تخليتها لك، ولكن كنديرها من الليل الليل صافي خليتها في الثلاجه. شميعات هذا البنات الفضل كيرجع لهذا اللي راني واقفه، الله يكثر خيره ويكثر خير. هذا بروفيني الشميعات القويبات، والله البنات داس عليها بالمر، دايزه عليا دابا شو ما كنقدرش نهز الثقال، ما كنقدرش هذا الشهر كله ما صورت حتى شي حاجه، ولكن ان شاء الله من هذا النهار خصني نبدا كنصور الخدمه اختي على راسي. وهذا رولاكسون رولاكسون زوين وكودو لي بران صافي، هادو هما التريتمون اللي كناخذ على حساب داكشي، على حساب الكر على حساب الظهر. نهار الاسبوع ماما غتبان لك قال لك نهار الاسبوع يا لالا. وي اختي يا اختي داكشي شدني هنا بحال اللي عاد غنتزوج. المهم غنديرو داكشي زوين ان شاء الله، غيدير داكشي خطير ان شاء الله، غيدوز داك يا ربي يا ربي يدوز كلشي على خير وبخير ان شاء الله، يدوز كلشي مزيان. نفرح ببنتي، هذه هي الفكره ديالي العام ديالها الاول اصلا، ابار واخا كون درت لها اسبوع فكرتي انه العام ديالها الاولى ديال عيد ميلادها راه غادي نكبروا لها، ولاني فين داز العام خليني سالي يا ماما، انت كتسبقي الاحداث، دايره في عقلي انه عيد ميلادها الاول غادي نكبروا لها ياكم، هذا هو البروغرام اللي كنت دايره في عقلي نهار اللي حملت، والعيد الميلادات الاخرين غنبقى نديرو غير انا وبا بيناتنا ما كاينش الزايد. ولكن العام الاول راكم شفتوا التمار اللي دازت عليا، كنت من دار لدار
ما كاين لا دار لا دوار، كنت غير عايشه غير في الارض والو. الدار تعرف اسرار. والو والو ما كاينش. كنت درت لها عيد ميلاد غير في القهوه ديال مومو، في الريستو ديال مومو. ما فرحتش كيف كنت باغا، داكشي طلع زوين ولكن ماشي كيف بغيت انا، فهمتي؟ بغيتي باغا دير العروسه صافي عرفتي صافي. انا ماما داك النهار قالت لي تموت غير بالضحك، صبر صبر نطلع الزاج ونقولها لكم. يا باتي اسمعي اسمعي، ماما قالت لي داك النهار قالت لي منى طلعي طلعي سيري، هاد الفلوس اللي راكم خدامين كتضيعوك، وراه زاك حامد ومشدك دار لك ليريم جينيرال من راسك حتى رجليك. قلت لها والله فوق ليريم لا طلعت، والله الا ما طلعت غير فوق العماريه، والله فوق ليريم لا طلعت، والله الا ما طلعتي فوق العماريه عرفتي. ماما غتسخف بالضحك منى نزلك في الميكروفون الدار. لا 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 هي ناري، هذاك الشيء درناه باش نرضيو الخواطر ديال الوالد، ما دابا الخاطر الوالد با بغى يجيب لي برانس فلاش اختي لاس لاس. المهم هذا ما كان الغزالات ديالي. تهلاو لي فراسكم كبيدات، نتلاقاو في لا فيديو جايه. تحيه فرح وديدي كاس فرح، ما كرهتش واحد والله البنات فرح اختي كاملين ما نكرهوش يكونوا معايا، ما كرهتش فرح اختي تكون معايا والله في هذا النهار الزوين هذا النهار. وانتم كاع المتتبعات ديالي الحبال الحبال، ماشي داك الصحاب. السلام عليكم، حنا رحنا مع منى اش ام، جينا جينا نوقفوا معاها، توقفوا معايا في الفرح يا الوجه. الله يكثر خيركم. الناس اللي كيوقفوا ماشي في الفرح، في الفرح راه كتلقاي بزاف اللي واقفين معاك في الفرح. اصلا انت راكي واقفه مع راسك، شي في الفرح ما كتكونيش محتاجه لشي حد، كتكوني انت واقفه مع راسك. في القرح اللي كتحتاجي اللمه ديال الناس، فهمتوا؟ المهم ماشي مشكل، خلينا من هذا الشيء. ما كرهتش هذا، ما كانوا الغزالات ديالي. يلا تهلاو لي في راسكم ونتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله. بوسات ليكم وبغيت نقول لكم على عبد الله. عبد الله خطير في الماكله، انا فايته ضيقه ماكله ديال عبد الله، خطير في الماكله، ماكلته بنينه لذيذه كدوقيها، كدوقي ماكلتها لي كولد الينا. ويلي ويلي الينا ما بقيتش كتمشي، دابا نوريك مورا هذه اللي كتبوا لكم الماكله ديال الينا ديال عبد الله واعره. يلا خليكم معايا، وان شاء الله هذا الاسبوع هذا كاع دوك الناس اللي غيكونوا فيه غيكونوا فيه الحباب والصحاب والناس اللي عزاز با بلوس بون فينال. تهلاو لي براسكم ومهم الفيديو داكشي دابا نوريكم بيضا نوض داكشي واعر. يلا خليكم معايا، تهلاو لي براسكم وبقاو متبعين اختي الاحداث. باي تشاو.